السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة لو حمام باض على أولاده تعمل إيه؟ لو عندك حمامة باضت على أولادها نعمل إيه؟ نتصرف إزاي في الموضوع ده؟ هنشوف على الطبيعة ونقول لحضراتكم. دي حمامة مثلا باضت ومعها زغلول اهو، نشوف الزغلول، نشوف اول نشوف حجمه قد ايه وبعد كده نحكم. هل هو يقدر يعتمد على نفسه؟ لا لسه شوية، هو لسه صغير. يبقى نشوف نحاول، يا اما في حالتين، يا اما ناخده نزغطه يدوي، نزغطه يدوي بالسرنجة اللي كنا بنعملها او باي طريقة تحبها حضرتك، السرنجة اليدوي التزغيط اليدوي، او لو فيه في السن بتاعه نعمل كده نحطه مع حاجة، لو فيه زغلول تاني فرداني هنقوم حاطينه معاه. حضراتكم اهو في هنا زغلول تاني تقريبا اهو لوحده، نسيبه معاه يتزغط معاه، بقوا هنا بقوا اتنين مع بعض اهو ما شاء الله. الزغلول التاني هو اصغر منه لكن بيضربه. هنا هنتابع برضو، نسيبه معاه ونتابع، هنشوف هيأكلوه او هيضربوه، هنتابع ما نسيبوش. لو ما اكلوهوش نبقى نزغطه احنا برضو يدوي، لكن ما نسيبوش على البيض لان هيبوظ البيض. لكن حذاري ان احنا نشيل البيض ننقله لها في مكان تاني مثلا قريب، ما ينفعش. لو قلنا مثلا نشيل بيضها ننقله في مكان تاني قريب منها ان هي تنقم عليه، مش مضمونة الحكاية دي الا في حالة واحدة، اذا كان هننقل البيض تحت حمام تاني، يعني في حمامة تانية بيضة ما بيضتش التانية، او حمامة بيضة فاضي، ممكن ننقل البيض ده نحطه في تحت حمامة تانية، لكن ما ننقلوش من مكان لمكان ونستناها هي تنام عليه، ممكن ما تنامش عليه. ممكن ننقل الزغليل قريبين منها، زي ما اقول لحضرتك، يعني مثلا الحمامة دي باضت بيضة هنا مع اولادها، ونشوف المكان اقرب مكان ليها، فيه مكان جنبها اهو، المكان اللي جنبها ده ممكن انقل فيه الزغليل اهو. المكان العين دي شايفين حضراتكم هو بيض هنا، ممكن انقل الزغليل هنا لكن ما انقلش البيضة هنا، ما ينفعش انقل البيضة هنا لكن انقل الزغليل زي ما هنوري لحضراتكم اهو. سيب البيضة في مكانها هنا، ممكن الذكر هيجي اكلهم هنا، ابوهم هيجي اكلهم في مكانهم، هما يبدأوا يخرجهم لان هما صغيرين. لو هما كبار بقى يقدروا يعتمدوا على نفسهم، ارميهم تحت على الارض بعيد يطلهم في وسط الحمام هيتعلمهم الاكل، ممكن كمان ابوهم يزغطهم وهم على الارض. هما دلوقتي اهو شوف حضرتك اهو في العين اللي جنبها، هما يحاولوا يرجعوا برضو لو هما يعرفوا يرجعوا، لكن مش دلوقتي، ممكن يقعدوا على كده كام يوم يكونوا ايه كبروا شوية، نقدر بعد كده نشيلهم او نفطمهم، او تقدر تزغطهم حضرتك بزغطة او تزققهم يدوي زي ما حضرتك تحب. لو حضرتك بتربي في سلكات زي كده اهو، مثلا هنا اتنين زغلول، لازم يكون في مكان تاني الحمام يبيض فيه زي كده حضرتك اهو، بيضة معهم اهو. لكن لو مفيش امكانية تحط المكان تاني، يبقى هنعمل زي ما قلنا في الحمام السايب. يبقى لو شفناهم هيعتمدوا على نفسهم نشيلهم، شوف كده حجمهم يقدروا يعتمدوا على نفسهم، وممكن لو تسابهم يقدروا يعتمدوا على نفسهم. فانا هشيل دول، هشيل دول، هم ما يضروش طالما فيه مبيض تاني ما يضرش، نسبتهم معه اهو. حذر تاني حضراتكم من نقل البيض، ما يتنقلش البيض الا اذا كان يتحط تحت حمامة تانية بيضة في نفس اليوم، بأكد على المعلومة دي عشان البيض ما يبوظش. في نفس اليوم اذا كانت بيضة في نفس اليوم يتنقل معاها البيض، لان
ما يتقص بيضة قبل التانية هتبوظ منك حضرتك. اهو الزغاليل اهي، ونتابعهم، نقلناهم جنبها ونتابعهم اتزغطهم او ما زغطهمش. الاب ما كانش مزغطهم، هنزغطهم احنا او نسيبهم يعتمدوا على نفسهم؟ المهم ما نسيبهمش كده، لازم نتابعهم. لو عايز حضرتك تشوف الفيديو بتاع انا بزغط ازاي، فيديو الزغطة اللي انا بزغط بيها، هسيبه لحضراتكم في صندوق الوصف اللي تحت، فيديو الزغطة، رابط فيديو الزغطة. في النهاية بنشكر كل الناس المشتركين واللي تابعونا على القناة، والناس اللي كتبت تعليقات، لان هم اللي بيسألوا اسئلة هي اللي بتدينا الفكرة. الأسئلة بتاعت المتابعين هي اللي بتدينا فكرة نعمل ايه، الموضوع ايه عن الحمام. نرجو لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تدوس على زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.